الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوج، معكم محمد الكبيسي وأسيل عماد. أهلا بكم، ونبدأ معكم هذا الحصاد بأهم ما فيه. تصعيد يخرق اتفاق التهدئة بين الفرقاء أمام الخضراء، والإطار التنسيقي يلوح بورقة التدويل اعتراضا على أوراق الاقتراع. شبح الرفيل يطل برأسه في البكرية، التجريف يقدم حزام بغداد الأخضر، والأهالي يطلقون نداء استغاثة لرئيس الوزراء. العائلات تفترش العراء بلا مساعدات أو تعويضات، نهر الإمام مهجور منذ أسبوعين، وكرة المسؤولية تتقاذفها السلطات. العراقيون وقود حرب على الحدود، نساء تستغيث وأطفال يموتون بردا، والجثث محجوزة بين بيلاروسيا وبولندا. العراقيون يختبرون الاستثمار الرقمي في شباك العملات الإلكترونية، والمركز يحذر أموالكم مصيرها الضياع. أهلا بكم، والبداية من التهدئة التي كسرت والهدنة التي خرقت أمام بوابات الخضراء اليوم الجمعة، حيث عاود المحتجون المعترضون على نتائج الانتخابات التظاهر أمام المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط وسط العاصمة، مجددين شعاراتهم المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل والكشف عن مصير الآلاف من الأصوات التي يصفونها بالمسروقة. ولوح المتظاهرون بالدخول في اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى الاستجابة لمطالبهم وإنصاف مرشحيهم من خلال إجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات الانتخابية في العراق، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم واستمرار ما وصفوه بسيناريو التسويف من مفوضية الانتخابات على حد تعبيرهم. هذا وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام المتظاهرين على نصب خيام الاعتصام عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط في خطوة تصعيدية جديدة ضمن إطار اعتراضهم على نتائج الانتخابات. في نينوى لم يختلف الحال كثيرا، حيث تظاهر عدد من شيوخ ووجهاء مناطق سهل نينوى احتجاجا على نتائج الانتخابات، مطالبين بإنصافهم وإظهار حقائق الأصوات التي اختفت على حد قولهم. وطالب المتظاهرون من الوجهاء وشيوخ العشائر القضاء العراقي بالتدخل لإنهاء ما أسموها بحالة الفساد في مفوضية الانتخابات، فيما حذروا من تبعات سلب أصوات الناخبين وتأثيرها على المشهد السياسي المضطرب، كما توعدوا بخطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الرئيسة والمتمثلة بالعد والفرز اليدوي الشامل. إن لم تستجب الحكومة لهذه المطالب سيؤدي بالعراق وبأهل العراق إلى كارثة كبيرة لا سمح الله. وبهذه المناسبة أطالب جميع المنظمات الدولية بالوقوف إلى جانبنا من أجل إرجاع هذه الحقوق المسلوبة. وإن لم تستجب الحكومة هناك خطوات تصعيدية أقوى من هذه، نحن اليوم تخرجنا بظاهرة سلمية، لكن إن لم يكن استجابة لمطالبنا
هناك خطوات تصعيدية قوية من أجل إرجاع هذه الحقوق. اليوم تضامن هنا في طريق بارتيلا وأربيل، تضامن جمهور الحشد الشعبي وجمهور الفتح، بأن احنا لدينا أدلة بأن سرقت أصواتنا، وإحنا مطالبنا اليوم بإرجاع أصواتنا المسروقة. احنا تضامننا اليوم لحين تحقيق مطالبنا. ومن الاحتجاج الشعبي إلى الاعتراض السياسي على نتائج الانتخابات، حيث أعلن الإطار التنسيقي نيته التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وعدم الاكتفاء بالتظاهرات كخطوة تصعيدية احتجاجا على نتائج الانتخابات. وكشفت مصادر مطلعة من داخل الإطار التنسيقي أن قوى الإطار تمتلك أدلة دامغة تثبت التلاعب في نتائج العديد من المحطات الانتخابية عن طريق تأخر إغلاقها إلى ما بعد الوقت المحدد وإلى إبطال مجموعة كبيرة من أوراق الاقتراع، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي يبحث خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للاعتراض على النتائج في حال لم تستجب مفوضية الانتخابات إلى مطلب العد والفرز اليدوي الشامل. إذا مشاهدينا، ينضم إلينا الآن من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران. أهلا بك أستاذ رمضان. إذا التهدئة كسرت بعد أن تم الاتفاق على أن تكون الأمور تسير وفق مجريات الاتفاق والمجريات القانونية والقضائية، يعني برأيكم أو وفق متابعتكم، ما السبب بمعاودة التصعيد مرة أخرى من قبل جماهير القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد التطورات التي تجري حتى الآن، ولا سيما بعد تصريح القاضي فائق زيدان، إن عملية إقرار النتائج النهائية للانتخابات تقترب، وأن النتائج التي ظهرت هي نتائج مقبولة، ولا سيما بعد انتهاء المفوضية من العد والفرز. وبالتالي أمام هذه الجماعات واقع يعني لا بد أن تواجهه، وهو القبول بنتائج الانتخابات كما هي، والقبول بالنتائج المتواضعة التي حققتها في الانتخابات. هذه الجماعات لديها مشروع سلطة وتريد أن تصل إلى السلطة بأي شكل، بالتوافق بالانتخابات، إن لم يحصل فبالتوافق، إن لم يحصل بالتوافق فبالقوة، لأنها تعتقد أن لها فضل على العراق عند مساهمتها في تحرير العراق من داعش. هذه القوى، وهذه القوى تعتقد أن لها استحقاق في إدارة العراق وحكمه، وأن هذا الاستحقاق لا يحتاج إلى غربال الانتخابات أو أي توافق سياسي، هو واقع مفروض يجب أن يقبل به. هذا هي واقع العقلية التي تنتاب بعض من هذه الفصائل في الإطار. نعم. وبالتالي عمليات التصعيد، التظاهر والاصطدام بالجيش، وحتى يعني التلويح باستخدام العنف والهجوم على الحكومة بطريقة أخرى، كل هذه المظاهر تتناسب مع عقلية هذه الجماعات. طيب أستاذ رمضان، ذكرت بأن هذه النتائج يعني لابد أن تكون نتائج مقبولة، يعني مقبولة ممن؟ وهناك أعضاء ضمن الكتل المعترضة على النتائج يصرحون بأن الكتل الفائزة هي من سرقت أصواتهم. يعني لا قيمة لهذا الكلام، كل يستطيع أن يدعي ما يشاء. لدينا سبعة. طيب كيف لا قيمة؟ واليوم كما ترى بأن هناك تصعيد بالشارع، وأيضا هناك ربما تصعيد حتى سياسي، سيكون هناك اعتراض يعني ربما بخطوة تصعيدية بتقديم ربما الاعتراض إلى يعني تدوير هذا الموضوع. لا بأس، لدينا موضوعين. أما أن نذهب مع السياق القانوني، نعم، والسياق القانوني واضح، لدينا 57,000 محطة، جرى الاعتراض على حوالي 1500 محطة، جرى عدها، جرى فرزها، جرى إعادة عد وفرز بحضور الكيانات 4000 محطة، لم يكن هناك شائبة بأمام أعينهم في عملية الانتخابات. وبالتالي السياق القانوني سوف يسير بغض النظر عن نوع الاعتراض السياسي أو حتى التعبوي أو حتى الاعتراض القانوني. الآن لدينا موضوع آخر، إذا أريد نترك موضوع الانتخابات ونخرج إلى موضوع ما تريده هذه الجماعات، تريد أن تكون في السلطة. نعم. هذا موضوع آخر. الآن تريد هي الدخول إلى السلطة. أولاً، أما بالتشكيك في الانتخابات وهذه الورقة سقطت. الآن تريد بالضغط الشعبي والضغط القانوني والضغط الإعلامي والضغط لدى حتى الأمم المتحدة، وكلها
كلها أشياء مقبولة لا بأس فيها وليست مخالفة للقانون. طيب يعني جميع الخيارات التي ذكرتها، لكن ربما هناك خيار الذهاب إلى المعارضة، وربما هو هذا ما تخشاه القوى الخاسرة، أو يعني لمحت من بعض يعني ربما في أكثر من مرة بأنه من الممكن أن يكون هناك ربما اتخاذ هذا المسار، وهو مسار المعارضة للعملية السياسية بشكل كامل. لكن ما الذي يدفع هؤلاء بعدم ربما الذهاب إلى هذا المسار بشكل واضح وصريح؟ لأنهم يطمحون أولا إلى الدخول إلى السلطة، إلى السلطة التنفيذية بالذات. نعم. والسلطة يعني أن يأخذون استحقاقات من الإدارة التنفيذية، ولكنهم يدركون إذا ما جرى التوافق الوطني على تشكيل أغلبية في البرلمان ولا تحتوي الجميع وليست حكومة التوافق، فسوف لن يكون لهم مكان ولا يستطيعون فرض أنفسهم بأي طريقة من الطرق، وبالتالي عليهم التفكير دوما أن خيار ذهابهم للمعارضة أمر وارد. نعم. والعمل في المعارضة في الحقيقة هو عمل أقصد وأقوى وأفضل حتى من الانضواء للحكومة في هذه المرحلة لمن فعلا يريد أن يخدم جماهيره. لدينا الكثير من الخلل في الفساد والفوضى والتشريع يحتاج إلى إكمال ويحتاج إلى إنجاز، ولو اختارت هذه القوى لنفسها موضع المعارضة في هذه المرحلة سوف تحقق مكاسب كثيرة وستعيد ثقة الشارع بها، ولكنها إن بقيت يغلب عليها نفس الإحساس بالذهاب إلى الحكم والسلطة والمحاصصة هذا أمر خطير، وإن قبل به الشيعة أو السنة أو الكرد فهو عملية انحراف كبير لمعنى العملية الديمقراطية، وسيجر العراق لاحقا إلى عملية ستنسف العملية الديمقراطية كلها وسوف تنسف كل نظام الحكم. نعم أستاذ رمضان، أيضا يقولون بأن خيار الأغلبية بأنه غير ممكن في وضع يعني مشابه لمعطيات أو وضع العراق، وأيضا التوافقية بمعنى لا معنى أو لا أساس للانتخابات، بالتالي نحن نعود إلى مشكلة أو للمربع الأول في عام 2018. تعتقد بأن خيار الأغلبية التوافقية ربما هو الأقرب يعني بحسب قراءتكم ومتابعتكم؟ يعني قد يكون هناك أغلبية توافقية، ولكن هذا يتطلب تنازل من أهم كتلة هي التيار الصدري في هذه المرحلة. نعم. التيار الصدري يمثل الآن في هذه المرحلة هو شبه خيار تيار الإصلاح، بينما تيار بقية التيار الإصلاح الشيعي هو الإطار يسمى نقدر نعبره التيار المحافظ الذي يريد يحافظ على التوافقية، وبالتالي التيار الصدري يعتقد أن التوافقية دمرت العملية السياسية ودمرت الإدارة البلد وحملت البلد والمواطن كثير من المفاسد. التيار الصدري لديه قاعدة واسعة، وهذه القاعدة تطالب من التيار أما أن يعتزل العملية السياسية كاملا وحصل أن اعتزل التيار، أو يعود إليها ولكن يعود بدور المصلح والمصحح، لأن كثير من هذه القاعدة هي قاعدة كادحة وتحتاج إلى الإصلاح. الباقين ليس لديهم قواعد من هذا الشكل، لديهم موالين إليهم بشكل من الأشكال، موظفين أو شيوخ عشائر أو 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 بدافع فكري يختلف نوع التبعية، وبالتالي عندما يذهبون إلى السلطة ليس لديهم ما يخشون عليه من إنجازات. هذا الفارق بين وضع التيار الصدري الذي مجبر على تبدي الإصلاح والتيار الآخر الذي يريد أن يصل إلى السلطة كيفما اتفق. إذن من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. في ملف منطقة البكرية وما يواجهه الأهالي هناك من تجريف لأراضيهم الزراعية، أبدى القيادي في تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري استغرابه من قرار تجريف أراضي منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، مشيرا خلال حديث لقناة الفلوجة إلى أن المنازل المشيدة على تلك الأراضي هي ملك صرف، وبالتالي لا يوجد إطار قانوني لقرار التجريف. حقيقة نستغرب يعني ما تداعيات هذا الموضوع، يعني هاي القضايا قضايا موضوع المشاريع الاستثمارية وخاصة في الأراضي السكنية. يعني هسه احنا بالنسبة لنا اكو قضية احنا ما يعني هسه من دخلت بالجد، يعني حقيقة ما كنا مصدقين او كنا نقول يعني هسه اخر اجراء وهاي الصور اللي موجودة اللي هي يجرفون داخل قوات عسكرية وهي يعني
يعني بالقوة وبالإجهاض اللي موجود للناس بأنه لازم يخلون هذه المناطق ويبدأوا يجرفون البساتين ويجرفون الأراضي اللي موجودة. هاي الأراضي كلها ملك صرف زين، والقانون ما يسمح القانون بمصادرة الأراضي الملك الصرف لهذه المناطق. بالطبع طبعا أكو آخر كتاب اللي صدر بتاريخ 30/9 زين، كتاب واضح من مجلس النواب طبعا، وقايلين احنا ما نسمع يعني لا توجد عندنا في حسب المخاطبات اللي موجودة للأرض اللي موجودة اللي مخصصة وهي البكرية، وراح نوجد نخاطب الوزارات اللي موجودة في سبيل إيجاد أرض شاغرة وتمنح لهذه الجهة. هذا طبعا ب30/9. هسه هنا أنا كتاب مكتب رئيس الوزراء وأيضا مجاوبته الزراعة، قالت له إنه إحنا لا توجد عندنا أراضي شاغرة في هذا 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 هاي المنطقة أو هذه الرقعة الجغرافية، علما بأن هذه الأراضي مسكونة وكعقود زراعية، وهذه العقود الزراعية الموجودة اللي هي دائمية. يعني إحنا لو قانون لو عفترة ماذا نعرف؟ يعني وين راح يوصلون الجماعة؟ نداء إلى رئاسة الوزراء، أنقذوا البكرية من التجريف وأبعدوا شبح التهجير عن أهليها. هكذا هو لسان حال الآلاف من العائلات الساكنة في منطقة البكرية غربي بغداد بعدما شاهدوا آليات عسكرية تسوي البساتين بالأرض تمهيدا لتغيير جنسها وتحويلها لأراض سكنية توزع على منتسبي أحد الأجهزة الأمنية، ضاربة بعرض الحائط سندات ملك صرف تعود لعشرات السنوات وعقودا زراعية دائمية يمتلكها الأهالي هناك. حزام بغداد الأخضر في عين التجريف مجددا، هنا البكرية موطن لآلاف العائلات يهددها الوحش الأصفر ويجرف بساتينها ونخيلها تمهيدا لتحويل جنس أراضيها وتوزيعها كقطع أراض سكنية لمنتسبي أحد الأجهزة الأمنية. أهالي البكرية يطلقون نداءات استغاثة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل العاجل وإيقاف عمليات التجريف، ويؤكدون أنهم يمتلكون سندات ملك صرف منذ ما يقارب قرنا من الزمن، وأن عقودهم الزراعية تمتد لعشرات السنوات ولا تسمح بمصادرة هذه الأراضي. واليوم إجوا يريدون يشيلون الناس من أهل من أراضيها بحجة ماذا؟ أنه جهاز مكافحة الإرهاب يستحق. نعم يستحق، ونحن إخوانهم ونطالب الحكومة بتوفير أراضي لهم ولكل عراقي آخر، لكن ليس على حساب أراضي أهلنا. قصوا النخل كله، قال لي الطب جا ولا لا أهدم البيت مالتك على راسك، قال لي حتى الجهال أخذهم. هاي الباحة قوة جتي، جايبين شفلات وجايبين كل شيء وياهم. مخاطبات رسمية طرقت أبواب مجلس الوزراء ورفضت تجريف أراضي البكرية وفسخ العقود الزراعية. وزارة الزراعة أكدت لمجلس الوزراء أن لا أراضي شاغرة في منطقة البكرية لإقامة مجمعات سكنية، فيما أوصت لجنة نيابية بإيقاف هذه الإجراءات والبحث عن أراض أخرى لإقامة مجمعات سكنية عليها. هذه الأراضي كلها ملك صرف زين، والقانون ما يسمح القانون بمصادرة الأراضي الملك الصرف لهذه المناطق. بالطبع طبعا أكو آخر كتاب اللي صدر بتاريخ 30/9 زين، كتاب واضح من مجلس النواب طبعا، وقايلين احنا ما نسمع يعني لا توجد عندنا في حسب المخاطبات اللي موجودة للأرض اللي موجودة اللي مخصصة وهي البكرية، وراح نوجد نخاطب الوزارات اللي موجودة في سبيل إيجاد أرض شاغرة وتمنح لهذه الجهة. كتاب مكتب رئيس الوزراء وأيضا مجاوبته الزراعة، قالت له إنه إحنا لا توجد عندنا أراضي شاغرة في هذا 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 هاي المنطقة أو هذه الرقعة الجغرافية. تحذيرات يطلقها الأهالي في حزام بغداد والمناطق المجاورة من أن يكون تجريف البكرية امتداداً لمشروع الرفيل الذي يهدد هو الآخر بتهجير آلاف العائلات الساكنة في محيط مطار بغداد. ينضم إلينا عن هذا الموضوع المهندس حامد خليف مرعي أحد وجهاء منطقة البكرية، مرحباً بك.
ما الذي يحدث الآن في البكرية؟ أطلعنا على آخر التطورات في ملف تجريف الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مستجدات البكرية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وهو القيام يوم 10/11 بتجريف البساتين، وابتداء ابتدأ في بستان الحاج حميد الرجل المقعد الذي يعاني منذ حوالي 15 سنة، هو مقعد ومشلول. طيب. وبدأ بتجريف البستان دون أن يكترث إلى ما موجود بهذا البستان. طيب سيد حامد، لكن يعني جهاز مكافحة الإرهاب رد على هذا الموضوع وقال بأن الأراضي التي قام بتجريفها هي أراضي تعود للجهاز بالأصل ولم يعتدي على ممتلكات المواطنين، ما صح ذلك برأيكم؟ أستاذ العزيز، هو البستان موجود، البستان موجود، وأنا يعني سمعت الإعلامي إعلام الجهاز يقول ما فيش كلام، لا خلي يجي إذا هاي ينطو تليفوني وخلي يجي يريد زيارة رسمية يريد زيارة غير رسمية، وأنا أوديه على البستان اللي جرفه. طيب ماذا كان رد السلطات عندما ذهبتم إليها وأنتم تحملون سندات الملكية والعقود الزراعية الخاصة بكم؟ السلطات لن تسمح لنا بالدخول، ومسويها عبارة عن ثكنة عسكرية، أسلحة وحمايات وكذا وكذا بقيادة رجل كهل نائب ضابط اسمه علي عبيس، هو اللي اتصرف بالأمور ودخلوا الشفلات وقاموا يجرفون بالأراضي. إلى الآن الأراضي يتم تجريفها؟ لا توقفوا، يعني اجوا ثاني يوم حاولوا التجريف، بعدين يبدو انه جاهم نداء من الجهات العليا وانسحبوا. طيب يعني اصلا انتم كانوا جايين بقوه اكبر من طيب يعني الان توقفت، لكن هل تتخوفون بان هذا التوقف هو مساله وقت، يعني ربما سيعاودون الكره مره اخرى؟ لربما، لكن احنا لانه هم بالبدايه ليش احنا نتخوف؟ لانه هم بالبدايه سلكوا الطرق القانونيه وراحوا لمجلس الوزراء ورادوا تخصيص اراضي سكنيه، يعني مجلس الوزراء ارسل كتاب الى دائره مديريه الزراعه ب 4/2/2020 قال لهم يا مديريه الزراعه هل عندكم اراضي شاغره غير صالحه للزراعه؟ فاجابت دائره مديريه الزراعه بغداد انه لا توجد اراضي شاغره وكل اراضي مشغوله. طيب. وأغلبها بساتين ومحاصيل صيفية وشتوية. يعني أنتم تؤكدون بأنه لا يوجد أي قطعة أرض تخص أي جهاز أمني في البكرية، السندات كلها تعود إلى الأهالي. أنت تستعرض وثائق الآن على الجو، ما هذه الوثائق؟ هذا الكتاب مجلس الوزراء اللي وجه المديرية زراعة بغداد، وهذا الرد مال المديرية، اجابت انه ما عندنا اراضي شاغره. طيب نجي يعني تدري احنا هاي الارض ساكنيها منذ اكثر من 70-80 سنه، وعندنا فيها عقود زراعيه على القانون ال 117، قانون 117 لسنه 1970 قانون دائم، يعني مو ايجار، يعني حتى ما كانوا ياخذ من عندنا ايجار. طيب. سنوي، وتعاقدنا بال 85 اضافه الى قرار 14 لسنة 92 اللي عززنا بالبستنة، يعني قرار بستنة يجبر الفلاح أنه يبستن أراضي، فأنا على هالأساس بستنة. طيب أنت الآن تؤكد، حتى أتأكد من هذه المعلومة سيد حامد، أنت تؤكد بأن كل من يسكن في البكرية الآن هو يسكن في الأرض المخصصة له ولا يسكن في قطعة مخصصة لجهاز أمني؟ لا الأجهزة الأمنية ما عندها شيء منه، يعني احنا قطعاً. كل شخص قاعد بالعقد مالته اي قطعا نهائيا ما عندهم شيء منه هم. نعم. طيب هذه الخطوة خطيرة. نعم. على الأهالي، وممكن ان تفتح باب جديد للتهجير، ممكن، يعني لان هم قبل فترة، يعني احنا صار لنا بحدود سنة وأربعة اشهر بهالموضوع، ويا على عبيس جي على عبيس راع على عبيس على عبيس من هو علي عبيس؟ المضخات علي عبيس قلت لك هذا الرجل الكهل اللي نائب ضابط بالجهاز ومخلينا بلجنه القرار مال توزيع الاراضي ويعتدي على المواطنين، ويعني
ويبتز المواطنين، وقلنا يابا ترى هذا الرجل كذا وكذا. طيب. ولحد الآن وكأنه الدولة مختزلة بهذا الرجل الكهل. طيب رسالة أخيرة توجهها. والله إن نوجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الكاظمي أن ينظر لنا بعين المساواة ويخلصنا من هذا الجهاز اللي نعم. يستخدم ويانا اسلوب القوة نعم. ويريد يهجرنا من أراضينا وجرف البساتين، وندعو أن السيد الكاظم يزورنا ويشوف تجريف البستان لهذا الرجل المعوق اللي يعني من العمليات الإرهابية صار له 15 سنة هو معوق على الكرسي، وجاء على عبيس جرف النوب بستانه. نعم فريده انه يزورنا ويشوفنا وينظر لنا بعين العداله. شكرا لك المهندس حامد خلاف مرعي احد وجهاء منطقه البكريه، ونذكر مشاهدينا الكرام بان حق الرد مكفول في قناه الفلوجه لكل شخص او مؤسسه تم ذكرها في هذه النشره الاخباريه. الاخبار مستمره. في ملف النازحين، حيث نشر فريق تنسيق وإدارة شؤون المخيمات في الأمم المتحدة تقريرا كشف عن وجود أكثر من 103 ألف نازح يعيشون في 477 موقعا غير رسمي في العراق، وهي مواقع خارج المخيمات الرسمية في الأنبار وبغداد وصلاح الدين ونينوى. وبحسب التقرير الأمني فإن هذه الأسر تواجه عقبات كبيرة من خلال العودة إلى ديارهم أو الاندماج المحلي أو الانتقال بشكل دائم إلى مواقع جديدة، وتفتقر إلى الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، مؤكدة أن هناك مساعدات إنسانية أو حكومية محدودة تقدم لهذه المخيمات غير الرسمية. في ديالى لم تكن الاستجابة من السلطات المعنية للأسر المهجرة من قرية نهر الإمام بالمستوى الملائم لحجم الأزمة، فقد بدأت الإغاثات التي تلقتها الأسر تنفذ فيما تلاقي مصيرا مجهولا في ظل انعدام المساكن المؤهلة لإيوائهم. أيام مرت على حادثة نهر الإمام، وبعدما نزحت العوائل منها ولجأت إلى مدينة معقوبة تنتظر يوميا إجراءات الحكومة، إلا أن الآذان غير صاغية رغم الصراخ الذي صدح من حناجر أهالي الضحايا، لتبقى هذه العوائل بلا معيد ولا مصدر رزق ولا تعويض. العوائل باقية بيش تعيش؟ غير يدزنهم مساعدات، غير يدزنهم يوفر لهم مسكن، غير الناشد الحكومة بهاي الاستقرار وهاي كل الريدة. وإحنا الناشد أولا يعني قوات أمنية يمنا موجودة، زين هو هل حاسب القوات الأمنية؟ هل قال لهم شلون صار هذا الخرق الأمني على هاي القرية؟ دعم قدم من المتبرعين للأهالي، إلا أن المواد نفذت ولم يتبقى منها شيء وسط إجراءات وإهمال تعسفي من قبل الحكومة التي لم تقدم للعوائل سوى منحة 1,000,000 دينار فقط، رغم وجود عشرات النساء والأطفال تسكن الهياكل. بس راح تبدي مرحلة أنه هاي العوائل ما عندها معيل، فإحنا نطلب من الحكومة نتعوضهم، يعني تعوضهم ماديا، توقف وياهم. هم صحيح نطوي للشهيد 10 ملايين، بس العوائل الباقيه ما نطوها، كل شيء ما نطوها. زين سياراتهم هناك محروقه، المحصول مالتهم محروق، احنا نامل الحكومه تروح هناك تعوضهم، تساعدهم، تجي هناك تبحث عليهم. اكثر من 400 عائله مهجره بسبب اعمال العنف التي طالت مناطقهم بعد حادثه منطقه الرشاد في المقداديه، تبقى الان بدون اهتمام حكومي او تحرك جاد لاعادتهم إلى مناطقهم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. إذن مشاهدينا ينضم إلينا الآن ومن ديالى وعبر الهاتف شيخ عشائر الندى. الشيخ يعرب النداء، وأهلا بك شيخ. إذن شيخ، كيف هو حال أهالي قرية الإمام المهجرين الآن؟ حدثني عن تفاصيل وضعهم أو معاناتهم بشكل تفصيلي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة كما ذكرنا سابقا، العوائل تسكن يعني في الهياكل، وتسكن يعني كل عائلة تسكن في 4 عوائل في بيت واحد. ينتظرون يعني مصيرهم والعودة إلى ديارهم. حقيقة الأهالي هبت لمساعدتهم، ولكن هذه يعني
اذا طالت امد التهجير يكونون في ضيق ويحتاجون الى سكن ويحتاجون الى رعايه ويحتاجون الى اهتمام الدوله بهذه العوائل وبهذه النساء والاطفال. نعم حقيقه توفرت لهم من خلال منظمات المجتمع المدني ومن خلال الاهالي لا يزال يساعدونهم، ولكن المساعده مع طول الايام تكون ضحيله او تكون بسيطه جدا. طيب شيخ، ذكرت بان هناك ربما مساعدات او امدادات، هذه المساعدات والامدادات هل هي حكوميه من قبل وزاره الهجره ام هي فقط من الاهالي التطوعيه وايضا ربما من بعض الجهات او المنظمات الانسانيه؟ المواد العينيه من الاهالي بالبدايه من الاهالي فقط، الحكومه ما قدمت، وثم اشتركت المنظمات المجتمع المدني من مواد منزليه ومواد غذائيه وما يحتاجه المهجرين. الحكومه ايضا، لكن منحه السيد رئيس الوزراء عن طريق وزاره الهجره قدمت 10 مليون لكل شهيد، مليون لكل عائله، الان 50 عائله لا يزال الاجراءات ما تم، 50 عائله فقط، عدد العوائل 334 عائله في قاعده البيانات، 50 عائله الان ما مستلمه المليون، وبعد اكمال الاجراءات ورفعها الى مجلس رئاسه الوزراء ويتم تسليمهم، هذه مساعدات الحكومه. طيب والعدد المتبقي استلم هذه المنحه الشيخ؟ العوائل لا 50 فقط، العوائل 434 عائله اللي ما مستلمين فقط 50 فقط، بعد اتمام الاجراءات عن طريق وزاره الهجره والمهجرين سوف يستلمون ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. طيب ما هي معوقات او المعرقلات التي ربما تواجه عودة أهالي نهر الإمام إلى مساكنهم أو إلى بيوتهم إلى المنطقة، ما هي المعرقلات؟ حقيقة احنا للمعلوم عندنا شكلت جتنا لجنتين، لجنة اللي متكونة اللي من الديوان الوقف السني بأمر رئيس الديوان السني بعد لقائه أو كلام من السيد رئيس الوزراء، جاءت اللجنة واجتمعت بالمهجرين، اجتمعت فيهم ثم اجتمعت بالقيادات الأمنية، ثم حسب معلوماتي زاروا الموقع الحادث، قالوا لنا أنه يطالبون أو سيتحقق رجوع بعد تشكيل لجان، منازلهم محروقة، مواشيهم منهوبة، بعد هذه تحتاج إلى لجان وتحتاج إلى وقت، حقيقة تحتاج إلى وقت، الأمر ليس هين، 334 عائلة، احصائيه اموالهم، دورهم، اعمار دورهم، حسب ما بلغنا رئاسه الديوان، رئاسه الوقف السني هي التي تتكفل بالبناء الى اخره. واللجنه الاخرى اللي اتانا الشيخ خميس الخنجر اتى ايضا التقى بهم بعدما ملتقي او كذا اتصاله مع سيد رئيس الوزراء انه العوده يعودون ان شاء الله تعالى، وحسب ما حسب ما ذكر الشيخ خميس الخنجر وشكلهم قوة داخلية من أبنائهم لكل العوائل الرشاد سواء قرية الإمام، وهذه طبعا تحت الدراسة، هذا القرار يعود إلى القرار السياسي، البعد الأمني والبعد المصالحة العشائرية والوطنية وما إلى ذلك. إذا من ديالى وعبر الهاتف شيخ عشائر الندى الشيخ يعرب النداوي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. الأخبار مستمرة. في ملف الهجرة إلى أوروبا، حيث اتهمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإستونيا وإيرلندا وألبانيا، اتهمت السلطات البيلاروسية بالتسبب في أزمة الهجرة على حدودها مع بولندا وليتوانيا، فيما أدانوا ما وصفوه بالاستغلال المنظم للبشر كورقة ضغط سياسية. واتهمت الدول السبع سلطات البيلاروسية بالسعي إلى زعزعة الأوضاع عند الحدود الخارجية للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي وصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل بيلاروسيا على حد قولهم، كما أعربت هذه الدول عن استعدادها لبحث الإجراءات اللاحقة التي يمكن اتخاذها لدعم الدولتين بمنح إمكانية العبور غير الشرعي للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك أعلنت الخطوط الجوية التركية فرض حظر على سفر مواطني العراق وسوريا واليمن عبر الرحلات الجوية المتجهة إلى بيلاروسيا. من جانبها أكدت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية أنها لن تسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن برحلات جوية من تركيا اعتبارا من 12 من شهر تشرين الثاني الجاري بناء على طلب من أنقرة. أثناء ذلك أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توسيع نطاق العقوبات الأوروبية والأمريكية على بيلاروسيا مطلع الأسبوع المقبل بسبب أزمة اللاجئين على حدودها مع بولندا. وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي أن العقوبات الجديدة ستشمل أفرادا وكيانات إلى جانب شركات الطيران المتورطة بتهريب البشر إلى منسك، داعية الأمم المتحدة إلى ضرورة الوصول بسرعة ومساعدة اللاجئين الأبرياء على الحدود البيلاروسية البولندية. سنوسع عقوباتنا ضد بيلاروسيا مطلع الأسبوع المقبل. أعدت الولايات المتحدة عقوبات ستكون سارية في بداية كانون الأول، والعقوبات الأوروبية لن تكون فقط ضد الشخصيات ولكن أيضا ضد الكيانات. سننظر أيضا في إمكانية فرض عقوبات على شركات الطيران التي تسهل تهريب البشر باتجاه منسك. من الضروري أن تتمكن وكالات الأمم المتحدة في بيلاروسيا من الوصول إلى اللاجئين الأبرياء لمساعدتهم في هذا الوضع المأساوي. من جانبها رفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طريقة التعامل التي وصفتها بغير المبررة مع اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية. وأكد المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن اللاجئين يتعرضون للضرب والتجريد من ملابسهم وإلقائهم في البحر وتركهم يغرقون، فيما دعا إلى حل عاجل ومسؤول من دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة الوضع الراهن. من غير المقبول أن تشجع الدول على التحرك الخطير للأشخاص المستضعفين. ندعو في الأمم المتحدة إلى حل عاجل للوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وتأمين فوري لكل ما هو ضروري من أجل تقديم المساعدة الإنسانية. التحديات التي تواجهها أوروبا لا تبرر طريقة التعامل مع اللاجئين والخطاب غير المسؤول الذي ينم عن كراهية الأجانب ونصب الأسلاك الشائكة بل وضرب اللاجئين وتجريدهم من ملابسهم وإلقائهم في الأنهر أو تركهم يغرقون في البحر. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية العراقية إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة القنصل البيلاروسي في بغداد على خلفية أزمة الهجرة، مؤكدة بدء سفارتها في موسكو بتسجيل العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية. المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أوضح أن عدد المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية يبلغ نحو 600 شخص، كانوا قد قدموا طلبات لجوء إلى الحكومة البولندية بشكل رسمي وموزعين على 8 مخيمات منتشرة بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا. من جهته دعا مرصد أفاد السلطات العراقية إلى التدخل السريع لإنقاذ العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بعد مناشدات لمهاجرين عراقيين تؤكد تعرضهم للضرب والاستغلال وسط ظروف قاسية. وأكد المرصد في بيان أن عددا من المهاجرين العراقيين تعرضوا للضرب على يد حرس الحدود البولندي إلى جانب استغلالهم من السلطات البيلاروسية كورقة ضغط سياسية على الاتحاد الأوروبي. وأشار المرصد لأن شهادات من المهاجرين تؤكد وجود جثمانين لمواطنين عراقيين فقدا حياتهما بسبب موجات البرد القاسية وما زالا منذ أسبوعين في مركز صحي عسكري لدى بيلاروسيا، مضيفا إلى أن هناك أيضا سيدة وضعت توأما تم التحفظ عليهما ومنح الأم مهلة تنتهي الأسبوع المقبل في حال لم تسدد مستحقات المستشفى، فإن الطفلين سينقلا إلى دار للأيتام. ودعا مرصد أفاد الحكومة العراقية إلى إنقاذ أكثر من 700 مهاجر عراقي عالقين على الحدود في ظروف مأساوية.
حرب من نوع جديد وقودها المهاجرون وعلى رأسهم العراقيون بين الحدود البولندية والبيلاروسية دفعت المهاجرين إلى إقامة معسكر من الخيام يقبع فيه نحو 2000 مهاجر بعد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص منهم. حرب من نوع جديد وقودها المهاجرون وعلى رأسهم العراقيون مكانها العراء تحت درجات حرارة دون الصفر بين الحدود البولندية والبيلاروسية. بولندا التي نشرت 15,000 جندي على الحدود تتهم بيلاروسيا باستخدام الترهيب لإجبار المهاجرين على اختراق حدودها، بينما تقول بيلاروسيا أن الجانب البولندي انتهك المعايير الدولية من خلال منع المهاجرين وضربهم بعنف، وبين رحاهما يطحن المهاجرين العراقيين تحت رحمة البرد القارص وكماشة الجوع والعطش. ذهبنا إلى الغابة وكان هناك 3 أشخاص تعرضوا للسرقة والضرب، أصيب أحد الرجال بشدة من قبل الشعب البولندي كما قالوا، لقد تعرض للضرب على رأسه بعصا مدنية، نقلته سيارة الإسعاف للتو إلى المستشفى، زوجته هنا وهي مذعورة، وللأسف نخشى حقا إعادتها إلى بيلاروسيا لأن الشرطة التي يمكنها رؤيتها ورائي قررت تقسيم الأسرة، تم أخذ الزوج إلى المستشفى والزوجة لا تزال هنا في الغابة تنتظر حرس الحدود. منذ شهور يحاول المهاجرون عبور الحدود البولندية من دون جدوى، إلا أنه وبحسب صحيفة بولندية فقد لقي ما لا يقل عن 10 مهاجرين مصرعهم على الحدود، ما دفع الباقين إلى إقامة معسكر من الخيام يقبع فيه نحو 2000 مهاجر يستعينون بالأخشاب لمواجهة البرد، الأمر الذي دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تطلب من الرئيس الروسي بوتين استخدام نفوذه لوقف ما وصفته بالاستغلال غير الإنساني للمهاجرين. وبينما تقوم دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المهاجرين إلى أراضيها عبر بيلاروسيا، تفيد التقارير بأن الكثير من هؤلاء تقطعت بهم السبل بإحدى الغابات بين بيلاروسيا وبولندا، مما تسبب بموت عدد منهم، لتبقى مواجهة الموت أحد احتمالات رحلة المهاجرين مقابل الحصول على حياة أفضل. ينضم إلينا المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي. مرحبا بك أستاذ حسين، ذكرتم في بيانكم عن تفاصيل تتحدث عن وجود جثامين محجوسة أو جثمانين محجوزة وحالة ولادة، حدثنا بشكل مفصل عن تلك المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للفلوجة وتحية لجمهورية الكريم. الحقيقة المرصد تواصل مع أكثر من شخص وأكثر من جهة في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا، طبعا هناك أكثر من 4000 شخص، أكثر من 700 منهم عراقيون، على الأكثر منهم من أكراد إقليم كردستان، وهذه الرحلات تمت كما يبدو من تلك الشهادات عبر شبكات لها اتصالات دولية مختصة بتهريب اللاجئين بقية الدخول إلى أوروبا. الإشكالية التي وقع بها هؤلاء أنهم وعدوا بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وكان هذا المنفذ لم يستخدم سابقا، الدخول إلى بولندا لم يكن معروفا في عام 2014 و2015 عندما ذهب مئات الآلاف من اللاجئين في تلك الموجة المعروفة. هؤلاء اللاجئون أو الذين يريدون اللجوء يعني أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، أولا من الجهات البولندية التي رفضت استقبالهم، وبولندا تتذرع من ورائها الاتحاد الأوروبي بأن هذه الموجة التي دخلتها من بيلاروسيا هي ورقة ضغط سياسية، لأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب العلاقة مع موسكو. فالقوات البيلاروسية أو حرس الحدود البيلاروسي سمح لهم بالدخول، لكنه الآن بعد أن رفضت بولندا دخولهم يرفضوا إرجاعهم إلى المناطق التي قدموا منها. طيب سيد حسين، سيد حسين هل تسمعني؟ طيب سنعود إلى الأستاذ حسين في حال إصلاح هذا الخلل، شكرا جزيلا لك.
الأخبار مستمرة. أثارت العملات الرقمية جدلا بعد بيان المركز المركزي أو بيان المركز البنك المركزي عفوا الذي حذر من استعمالها لما تنطوي عليه من مخاطر نظرا لعدم وجود قوانين وتشريعات تحمي عمليات التبادل بها. العملة الرقمية أو النقود الإلكترونية نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي وليس لها وجود مادي، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وعلى غرار الأموال التقليدية يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل الاستخدام داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية. ورغم تحقيق هذه العملة لأرباح عالية في دول أخرى، إلا أنها في العراق أخذت منحى آخر ليطلق عليها العملة الوهمية. العالم بأسره لا يقبل بدخول عملة، فكيف نحن نسمح لمؤسسات وأمام على عينك يا تاجر علنا يعني جهارا نهارا ومن خلال التواصل الاجتماعي، هذه اللي تدعى مؤسسات وما هي إلا مؤسسات مع الأسف احتيال وتحايل على المواطن العراقي، وبالنتيجة سيسقط المواطن ويتضرر، لكن بعدما تقع الكارثة على الحكومة قبل الكارثة لا سامح الله قبل أن يقع الفاس بالرأس أن تعالج هكذا مؤسسات وهمية تضلل وتدمر الاقتصاد العراقي. وقانون البنك المركزي موجود وقانون العقوبات العراقي موجود سواء الجنائي أو الجزائي، أن يعاقب هؤلاء بإرهاب بمادة إرهاب 4 إرهاب. ممكن أنه بها نفع في لحظة معينة، لكن بحساب النهائي للأمور كالمقامر لو تحسبين حياته هل تجدين أنه هو كسب حصل على شيء ما؟ ممكن أن يربح ربح معين، ولكن تحصيل حاصل كنهاية يتضرر. وبما أنه الإنسان هو عنده رغبة في الحصول على مكاسب فيأخذه الطمع ويأخذه الفضول ويأخذه نحو المجهول، وبذلك يعرض نفسه ويعرض أهله ويعرض وضع المالي إلى الخلل من خلال التعامل مع هذه العملة. البنك المركزي العراقي يحذر من استخدام العملة الرقمية ولا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها، ولم يمنح رخصة لأي عملة رقمية مشفرة حاليا كما جاء في نص حذر به من يتعامل بها نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأي ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق. سامكو جمع، هو سام التميمي الحلاق، جمع الفلوس بطريقة بدائية مما يسمى بالعملات الرقمية. العملات الرقمية ادفعي ننطيش فائدة، ادفعي ننطيش فائدة، تدفعين إلى حد معين تختفي الفائدة ويختفي الرقم وتختفي الشركة المتعاملة وياها. لذلك البنك المركزي العراقي حذر. لماذا؟ لعدم وجود قاعدة نقدية للعملات الرقمية في العراق، وبالتالي من يتعامل بها كمن يتعامل بأي شيء ممنوع. ولتلافي أي تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها، مراقبون يحذرون من الوقوع في فخ ما يتم استحصاله من أرباح تكون طعما لجذب أكبر عدد من الأفراد، والنتيجة هم الخاسر الأكبر. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذا الحصاد نذكركم بأهم ما فيه. تصعيد يخرق اتفاق التهدئة بين الفرقاء أمام الخضراء، والإطار التنسيقي يلوح بورقة التدويل اعتراضا على أوراق الاقتراع. شبح الروفير يطل برأسه في البكرية، التجريف يقدم حزام بغداد الأخضر، والأهالي يطلقون نداء استغاثة لرئيس الوزراء. العائلات تفترش العراء بلا مساعدات أو تعويضات، نهر الإمام مهجور منذ أسبوعين، وكرة المسؤولية تتقاذفها السلطات.
العراقيون وقود حرب على الحدود، نساء تستغيث وأطفال يموتون بردا، والجثث محجوزة بين بيلاروسيا وبولندا. العراقيون يختبرون الاستثمار الرقمي في شباك العملات الإلكترونية، والمركزي يحذر أموالكم مصيرها الضياع. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. في أمان الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.